بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، متابعي زملائي متابعي قناة شوق السحارة على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد حول وباء كورونا. نحن متواجدون بمدينة زلفانة بولاية غردايا دولة الجزائر. اليوم 25 مارس 2020، الساعة تشير بالضبط إلى 1 زوالا. في كلمة موجزة بهذا الخصوص، صحيح يا جماعة الخير، راهو الأمر خطير وراهي أيام صعبة علينا وعلى الأمة وعلى الإنسانية، الأمة الإسلامية والعربية وعلى الإنسانية جمعاء. اليوم راهي الدول الكبرى ولا الدول العظمى، دول العالم الأول راهي تعاني، يعني قبل دول العالم الثالث. يعني اليوم نسمعوا دولة مثل أمريكا، بالضبط ولاية نيويورك، دولة أخرى كما راكم تسمعوا جميعا دولة إيطاليا راهي تعاني معاناة شديدة، ألمانيا انتشر فيها الفيروس بانتشار رهيب هذه الأيام، فرنسا، إسبانيا، روسيا، الصين بدأت تتعافى شيئا فشيئا، الدول العربية أيضا مؤخرا تني الحق، حتى دولة فلسطين، يعني العالم كامل اليوم يعاني من هذا الداء العالمي، داء كورونا الخطير. كمسلمين وكعرب نقول يعني لازمنا كأول إجراء لازمنا ندعو، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. يعني من هذا المنبر نطلبه من حملة القرآن والناس طيبة، واللي كانت من حمامات المسجد والناس اللي زارت وحجت بيت ربي، نطلبوا لهم أنهم يكثروا لنا الدعاء هذه الأيام، يكثروا الدعاء، عليكم بالدعاء. أيضا أوقات السحر، أيضا أوقات اللي يكون المطر ينزل كما هذا اليوم، راهي أمطار خير إن شاء الله، راهي وقت المطر ثاني يا جماعة، راهي يستحب الدعاء، علينا بالدعاء جميعا، كثروا الدعاء أخوتي، كثروا الدعاء. زلفانة يعني مثل المدن الأخرى، شبابنا بارك الله فيهم راهم قائمين بالواجب، مسؤوليننا، وأيضا من هذا المنبر ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نشكر أصحاب المآزر البيضاء، الممرضين، الأطباء، وأيضا قبلهم نشكر أعوان الحماية المدنية لأنهم هم دائما في الصفوف الأمامية. يعني وين الإنسان يحس بروحه يعني أي حاجة راح يعيط الحماية المدنية قبل ما يلحق للمستشفى. أيضا بلا ما ننسى دور خاوتنا ثاني أعوان الأمن، لأنهم قائمين بالواجب، ربي يحفظهم وربي يحفظهم وربي يحفظ أسرهم ويحفظ أهاليهم جميعا. أيضا بلا ما ننسى دور القيادة الرشيدة، رئاسة الجمهورية، وزراء، الولاة، وبأخص بالذكر وزير الصحة، وزير التجارة، تحية خالصة. الكلمة جماعة، الكلمة اللي لازم نقولوها ثاني الآن، الإجراء يقول لك ابقوا في دياركم، صحيح ابقوا في دياركم، إجراء يعني هو الإجراء المناسب وهو الإجراء اللي نقدر نحتوي به هذا الوباء. فقط حبيت ننبه لحاجة بسيطة، قضية ابقى في الدار. يعني يا جماعة كاين ناس عامل يومي، يعني لو كان ما يخرج ما يقدرش يصرف على أولاده، وحتى درك يعني يقدر يغامر ويخرج ويحوس على خدمة، الناس راح درك مش راح تفتح الشونطي، يعني مش راح تفتح الخدايم وتقول له روح تخدم،
لهذا جماعة الخير هذه الفئة ماذا بينا ما تنساوهمش، اللي عنده جار، اللي عنده حبيب، اللي يعرفه موش يعني من هذه الفئة البسيطة، يعني موش خدام موش كده، جماعة حاولوا تتفكروهم ويولوا بالقليل. أصحاب المحلات أيضا تعرفوه وتعرفوا إنسان طيب كرديله، إن شاء الله راهي أيام شدة وإن شاء الله تزول، أيام إن شاء الله وتزول. يقول لك هذه الأيام اللي نقدروا نعرفوا بها يعني المعادن تاع الناس ولا معادن الرجال. لهذا جماعة تراحموا فيما بيناتكم، اللي جاره فقير يطل عليه، اللي تفقدوا بعضاكم، اللي عنده دقيق يا جماعة ما كان لا يزاحم الناس في شكارة دقيق، اللي راه كاين اللي راه مشارين 10 شكاير و11 يخلوا الناس اللي ما شراتش، اللي ربي بسط عليه بالخير يحاول يعاون الناس، اللي جاك وقال لك سلفني ولو بالقليل حاول تسلفوه. جماعة راهي أيام إن شاء الله، احنا كمسلمين إذا ما تضمناش في هذا الوقت وقتاش راح نضمنوا مع بعضنا جماعة الخير؟ الله يقول لك الأمر راه بسيط، مستهين بالأمر وراه مش حاجة خطيرة. جماعة راه كانت الحرب وما أدراك ما الحروب، غزوات وكانت الروس طير والدم يسيل، وكانت الفئة من الناس اللي كانت تحارب تجي وتصلي جماعة وفئة تعس ومن بعد تعاود تروح الآخر. فما بالك الآن راهي مسكر المساجد، راهي مسكرة بيت ربي، راهي مسكرة. يعني يا جماعة راه الأمر خطير، ما تستهينوش بالأمر. مدينة كما هذه مدينة وناسها طيبين وناسها كما نقولوا نية تقرب له يسلم عليك وحبك منه تعرضه ويجيك ياكل طعام عادي، راهي النية رانا صايفة صافية. ولكن النهار اللي نقبضه يا جماعة قادرة تروح 2000 واحد في ليلة واحدة. راهي الإمكانيات تاع الدولة تاعنا هذه سواء في دولتنا هنا والله في دول العالم الثالث تجمعين جماعة، رانا والله رانا ما كان حاجة. راهي الوقاية راهي خير علاج، احنا درك حتى كي تمرض ما عندناش باش تعالج، سواء دولتنا والله سواء لي كاباسيتي هذه تاع المؤهلات تاع دولتنا هذه راهي ما عندهاش. انت سمعت البارح إحصائية تقول لك في كل 1000، هذه في امريكا يعني الدولة رقم 1 في العالم، في كل 1000 مخصصين 13 سرير انعاش. احنا هنا في دولنا هذه بالك تكون في كل 1000 بالك واحد والله ما كانش كل. لهذا جماعة راهي الوقاية خير من العلاج، ما استهينوش بالأمر. صاحبك سلم عليه بعينيك براسك من بعيد، حبيته في حاجة كلم من بعيد، شريت حاجة عقمها غسلها قبل ما تدخل الدار، اغسلوا يديك مصباح وعشية. هذا وسوس، يقول لك موسوس، خلي يقولوا موسوس يا جماعة وسوس، ومعليش هاد الأيامات رانا راه الوسواس راه سماء رانا مسامحين فيه. وسوس أنا صاحبك، أنا تلاقيت بيك وما سلمتش عليا، راني عادرك ما كان حتى مشكل. المهم إن شاء الله أيام وتفوت على خير، والمدينة هذه ربي يحفظها إن شاء الله كما كل مدن الجمهورية والله كل مدن العربية والإسلامية والإنسانية جميعا إن شاء الله. ربي إن شاء الله يحفظنا وربي ينجينا من هذا الداء. إن شاء الله يا جماعة الخير راهي أيام إن شاء الله وتزول. بلا ما ننسى نوجه تحية خالصة أيضا لشبابنا بمدينة زلفان، أصحاب الجمعيات وكاين غيرهم يعني في المدن الأخرى، راهم ما شاء الله راهم يقوموا في أعمال جبارة، بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير. يعني صحيح يعني في مدينة زلفانة والله في المدن الأخرى كل تكون كاين نقائص ومساوي وأمور سلبية كبيرة جدا، لكن يعني كي نشوفوا مثل هذه الأعمال يعني والله راح تغطي كامل ذيك الأمور السلبية. يعني هذا العمل الإيجابي هو اللي يبان في الصورة في مثل هذه الأيام. يعني نقول لكم بارك الله فيكم وراكم يعني الشمعة اللي راها تضيء على هذا المجتمع، وراكم كيمة الغابة الشجرة هذه الكبيرة اللي تغطي كامل الغابة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وإن شاء الله أيام شدة وتزول. بلا ما ننسى أيضا خاوتنا في البليدة اللي راهم يعانوا معاناة شديدة، نقول لهم راه يا جماعة راه الشعب في 47 ولاية بدعاء، اللي قدر يعني يساهم في حاجة راه ساهم فيها، اللي ما قدرش يعني رانا يعلم ربي راه الجزائري راه دمه طيب قلبه طيب،
راهي الطيبه راها في قلوبهم يا جماعه، راكم تشوفوهم يبانوا يعني يقول لك الجزائريين دمهم سخون كذا، ولكن يا جماعه رانا راهي البدره طيبه. شفناهم يعني شفناهم في حمله باب الواد، شفناهم في ايضا في بومرداس ايام الزلزال. يعني اللي تقول انت هذا مافيا يعني كروشار يعني والله تلقاهم في هذه الايام واقفين ويعقموا ولابسين الجيلي. يعني بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. خاوتنا في البليدة ان شاء الله راهي ايام وشده وتزول، وان بعد العسر يسر، ان بعد العسر يسر، ان بعد العسر يسر. ان شاء الله يا ربي ايام وتزول، والله محنه وتزول. يعني هاد المحنه ما تقولوش رانا احنا في البليدة وصيبنا بهاد المحنه، احنا ايضا راني نكلم فيك من ولايه غردايا، يعلم ربي وش عانينا وش عانينا ايام الازمه الامنيه، والله ايام للحمله، ايام الحمله يعني الحمله تاع الامطار في 2008 اكتوبر 2008. ايضا خاوتنا اللي يشفاو يعني ايام الثمانينات الاصنام وزلزال الاصنام وش كانت الضحايا، يعني ولاية شلف الوقت الحالي، أيضا حملة باب الواد وش كانت الأمور الخسائر يعني المادية والبشرية، أيضا زلزال وكما كنا نقول عليه زلزال بومرداس. يعني راهي إن شاء الله خي محنة وتفوت. والكلمة الأخيرة اللي نقولها يا جماعة الخير، راهي الرجال والله الناس المعاد نتاعها هذا الوقت اللي تبان فيه، لازم الناس تتضامن مع بعضها. جماعة اللي عنده جاره ضعيف يحاول يتفقدوا، اللي جماعة اللي تامة حاولوا يتفقدوا يتامة. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين احنا دائما نقول لك نتفائلوا خير ونستبشروا خير، وان شاء الله تكون ايام محنة، لانه الأمة الإسلامية والعربية عرفت يعني في التاريخ اللي يقرأ التاريخ عرفت محن اشد من هذه. والحمد لله ان شاء الله يا ربي نجينا منها على خير، وتكون امتنا يعني امتنا الجزائريه ولا امتنا العربيه والاسلاميه دائما في خير، ويجينا ان شاء الله شهر رمضان نصوموه ونقوموه ونصلوا ان شاء الله، نرجعوا المساجد ونصلوا قيامنا ونعيد ان شاء الله ثاني بفرح وسرور. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي ينجيكم، وان شاء الله ربي يحفظ اسركم جميعا. سامحونا جماعه اذا كان طولنا عليكم، لانه القلب مليان وحبينا نقولوا كلام ياسر، وحبينا نشكروا ثاني الناس اللي راهي واقفه وقايمه. نقول لكم بارك الله فيكم وربي يجازيكم، وبارطاجوا هذا الفيديو قدر المستطاع، وتحياتي الخالصه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.